عدلت الحكومة السورية أوقات حظر التجوال المفروضة في مناطق سيطرتها اعتبارا من بداية شهر رمضان، لتصبح من الساعة 7:30 مساء حتى 6:00 صباحا. نتابع التقرير ومن ثم نخوض في التفاصيل. الحكومة السورية أعلنت عن تخفيف بعض الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا في البلاد عبر تقليص ساعات حظر التجوال الجزئي الوقائي المقرر للحد من تفشي الفيروس. الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي للفيروس قرر تعديل أوقات حظر التجول المفروض في جميع المحافظات من بداية شهر رمضان، لتصبح من 7:30 مساء بدلا من 6:00 مساء وحتى 6:00 صباحا. كما اتخذ الفريق الحكومي القرار حول إعادة افتتاح المهن التجارية والخدمية كافة وفق برنامج محدد، حيث توزع أيام الأسبوع على هذه المهن بمعدل يوم أو يومين لكل مهنة. يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية من مخاطر تخفيف ورفع الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يؤدي لعودة للعدوى. رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال لوزراء الصحة في مجموعة 20 خلال اجتماع على الإنترنت إن تخفيف عمليات الإغلاق ليس نهاية الوباء في أي بلد، بل إنه مجرد بداية للمرحلة التالية، محذرا الحكومات من خطورة التسرع في العودة إلى الحياة الطبيعية القادمين. وفيما يخص التطورات الأخيرة في سوريا، أعلن وزير الصحة نزار يازجي خلال مؤتمر صحفي عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد الحالات المعلنة رسميا إلى 42 حالة. كما أعلن اليازجي فرض العزل على بلدتين 2، كاشفا أن بين الإصابات المسجلة سابقا عدة حالات في بلدة السيدة زينب بريف دمشق، وأنه يتم تتبع المخالطين حيث تم أخذ ما يقارب 3850 مسحة حتى الآن. ومع قرار الحكومة بتخفيف إجراءات الحظر، تطرح العديد من التساؤلات حول إذا ما كان القرار أتى بناء على ضغوط شعبية نظرا لصعوبة الوضع المعيشي لغالبية السوريين، أم وفقا لتوصيات طبية من قبل المختصين. مرحبا بكم من جديد، ومن جديد نرحب بضيفنا من حلب مصطفى قلعجي، أمين عام حزب التغيير والنهضة السوري. أستاذ مصطفى، مرحبا بك من جديد مرة أخرى. على أي أساس هذا التخفيف برأيك؟ لا، مشكلة كورونا مشكلة ضخمة كتير وكبيرة، وللأسف منظمة الصحة العالمية تتعامل وفق منطق الدول العظمى المسيطرة عليها. يعني منظمة الصحة العالمية مثل منظمة الأغذية، مثل منظمة التجارة الدولية، بتحكم فيها الدول الكبيرة. وبتعرف حضرتك والأخوة المشاهدين أنه المجتمع الدولي فاجر لدرجة لا يمكن أن تطاق أو تحتمل. أنا بدي تعطيني دقيقة هيك أحكي لك مسألة. كل العالم الآن مستنفر من أجل كورونا، علما إذا ردنا نحسب حسب الجدول اللي أصدرته منظمة الصحة العالمية، حكيت بأنه بشهر كانون الثاني وشباط كان عدد وفيات كورونا بالعالم كله 3700 متوفي، بينما كان بنفس الشهرين 191,000 شخص حول العالم ماتوا انتحارا. طيب يعني في فرق كتير كبير، هي وحدة. اثنين، اليوم في عنا كل يوم 8500 طفل بموتوا من الجوع. هدول لا بدهم ينتظروا لحتى نخترع مضاد لهدول الفيروسات، ولا بدهم إلا أنه هذا العالم الكبير يتحد لحتى يطعميهم لهدول الفقراء ويقدم لهم غذاء لهم، وبالتالي منحد من عدد الضحايا اليومي. طبعا أنا هذا الرقم 8500 متوفي يوميا وضحية من الجوع، انا مو يعني مو انا اللي عملت هاي الاحصائيه، منظمه الصحه العالميه اللي عم تحكي. اذا في كوارث اكبر من كورونا ب 1000 مره، ب 10,000 ضعف، لكن المجتمع الدولي يوجه الى مساله اخرى. يعني اليوم العالم بعد كورونا ايش هو؟ يعني شو بده يصير بعد كورونا؟ لذلك مساله تخفيف الحظر الصحي اللي عم يصير بسوريا، يعني اليوم من 6 مثلا 6 الصبح، من في 6 الصبح بنلاقي انه الزحام بدي من اول لجديد، وخصوصا انه في سوريا نحن هلا على ابواب شهر رمضان. كل عام وانت بخير، كل عام وانت بخير، والاخوه المشاهدين ايضا بخير ان شاء الله. رمضان القادم بينعاد على السوريين، وبتكون بلدنا تحررت من كل الاحتلالات اللي عليها وطارت بافضل حال. اليوم انت اذا خلص الحظر 6 المساء او 7:30، يعني في ساعه ونص بالمساله كلها، لا اكثر ولا اقل. ويوم الجمعه والسبت هو عم يكون حظر من 12
لستة لثاني يوم. هلا الحظر في له مساوئ وفي له ايجابيات، الايجابيات تبعته اعتقد ما هي بقدر المساوئ اللي موجوده. لو كانت وزاره الصحه بالتعاون مع الوزارات الاخرى المختصه تنشر وتوعي المواطنين وتجبرهم عبر قانون معين باتجاه انه ما يكون في عندنا زحام بالمناطق، بالطرقات، بالحافلات، بكل هاي المسائل، افضل من اني اجي انا اعمل حظر صحي وبعدين 6 الصبح 6 المساء 12 ساعه يعني على كيفهم يروحوا بكل الاتجاهات وبكل المحلات. طيب حاليا غالبيه المهن التجاريه عادت لمواظبه العمل في المناطق الخاضعه لسيطره الحكومه استاذ مصطفى، برايك هل ذلك اتى بناء على ضغوط شعبيه ام بناء على توصيات طبيه ومستشارين؟ لا اعتقد انه حاله كورونا هيك يعني عده تقارير صدرت بالعالم، منا تقرير بفرنسا ومنا بتقرير اخر بالمانيا بانه المواطنين بكل دول العالم اللي تعرضوا لمسألة لقاح السل موضوع كورونا سهل جدا عليهم، ويبدو انه صار في اصابات كثير باوروبا لانه اوروبا انتهت من مسألة السل منذ اكثر من 25 سنه ما في حدا يتلقح لقاح السل بهذيك المناطق، لذلك الجائحه اللي اصابتهم كانت كثير قويه على الاوروبيين ومثل وبنفس الوقت على المناطق الاخرى. نحن بمناطقنا لازلنا حتى الان يعني بنعطي اطفالنا لقاح السل، يعني نحن اخذنا لقاح السل واطفالنا بياخذوا لقاح السل لتاريخ اليوم، يعني ما منع منه، وبالتالي اعتقد انه طبيا على مستوى سوريا بالكامل عدد الاصابات ايش 42 اصابه لبلد فيها 20 مليون نسمه، يعني هذا المعلن اعتقد منطقي. هذا المعلن اعتبر الغير معلن 10 اضعاف 400 شخص، يعني ما اعتقد انه هذا الرقم مخيف جدا. نعم. ومنظمه الصحه العالميه هي تبتز على فكره، هي تبتز كل الدول مو بس لنا، نحن اذا كانوا حريصين علينا احسن ما يصرحوا تصريحهم ويقولوا انه فك الحظر هو مؤشر سلبي وما بعرف ايش ما بحكي، يرفعوا الحظر عن سوريا، يتركوا السوريين يستوردوا الادويه، يستوردوا الاجهزه اللي بتكافح هذا المرض، يستوردوا المضادات الحيويه اللي لازمتهم، نحن مخنوقين. يعني عمليا اليوم بدي اسالك، الحظر اللي موجود على سوريا هل يصيب فقط الموظفين في الدولة والدولة السورية اللي بينعكس سلبا على كل المواطنين في سوريا؟ إذا هن حريصين كل هالشيء علينا نحن يفكوا الحظر عن سوريا ويخلونا نروح نستورد هاي الأجهزة اللي يعني أنت تصور سوريا كان فيها 356 منفذ في سوريا كلياتها، نحن بحاجة إنه نجيب من هدول المواد، طيب في علينا حظر كيف بدنا نجيبهم؟ إجانا من مساعدات يمكن من روسيا قبل كم يوم استلموا عدد من المنافس وبعض والمشروع هذا الرائد حقيقة اللي تبنته غرفة صناعة حلب واللي عملوا فيها جهاز أمل. واضح واللي صار واضح الفكرة أستاذ مصطفى. بالنظر للواقع الصحي الموجود إذن، هل يمكن القول بوجود أي تسرع من قبل الحكومة فيما يخص تخفيف إجراءات الوقاية؟ أعتقد بالعكس تماما، يعني اليوم خلي يكون في تفريج عن المواطن لأنه اليوم لا أصحاب العمل قادرين يستمروا بدفع رواتب لعمالهم وموظفينهم بدون ما يكون في عندهم إنتاج، ولا العامل العادي قادر أنه يضل بارك ببيته وغير يعني مين بده يطعمه اليوم. الدولة ده يعني الدولة تبعتنا حقيقة تعيش كارثة عظيمة، يعني كارثة سوداء منذ 2011 وتاريخ اليوم، يعني الدولة ما هي مرتاحة، ما هي اليوم نحن ما لنا تصور، يعني إيطاليا هاي الدولة العظيمة جدا اقتصاديا اجتها جائحة الكورونا، يعني شفت انت ايش عم بصير فيها عبر الإعلام، نفس الشيء كان بألمانيا، نفس الشيء كان بإسبانيا أو بدول أخرى، حتى الولايات المتحدة ذات نفسها أعظم اقتصاد بالعالم عم تلاحظ حضرتك اللي الصور والفيديوهات اللي عم تجي من الولايات المتحدة كيف الناس عم بتروح باتجاه المتاجر وبتعمل مشاغبات بنيويورك وبواشنطن وبباقي المناطق الأخرى في الولايات المتحدة. الحقيقة إنه الدولة السورية ما فيها تقدر تتحمل أكثر من هذا الضغط على المواطن، لأنه عندها حل من اثنين، انا اليوم بدي اقعد ببيتي ما عندي شغل، يا بدك تطعميني وتعطيني راتب وتدفع لي وتجيب لي يعني توصل لعندي اضعف الايمان اكلي وشربي، يا ولا بدك تتركني اشتغل، لانه اذا ما تركتني اشتغل يعني اليوم ما تاخذني بهالكلمه، بجوز انا وانت بنقدر ندبر حالنا، بس في مواطنين اذا ما طلعوا اشتغلوا ما بياخذوا اجورهم، واذا ما اخذوا اجورهم منين بدي اكل؟ علما في كثير مبادرات عم بتصير في سوريا، مبادرات مهمه وقيمه جدا، احدى الشركات في حلب وزعت 10,000 سله غذائيه مكونه من ربطين خبز
وكيلو لحمة وظرف فيه 25 ألف ليرة سوري. طيب أنا بالحقيقة بقيت معي 10 ثواني، التكافل الاجتماعي وفقا لتقييمك كان كويس في فترة كورونا وفترة فرض الحظر التي مرت على مختلف الأراضي السورية؟ أعتقد السوريين يعني بمختلف انتماءاتهم ما قبل الوطنية، السوريين شعب عظيم أستاذ شادي، نتمنى توحد أطراف الصراع مثل ما توحد العالم في قصص أزمة كورونا. طيب أي مسألة، أعتقد كورونا شدتنا لبعض أكثر ونبهتنا إلى خطورة أنه السوري ما له إلا السوري، إن كان عربي وإن كان كردي وإن كان مسيحي إن كان مسلم إن كان من أي مذهب أو من أي دين أو مسألة، السوريين ما لهم غير بعضهم وما بحل مشاكلهم إلا هن نفسهم، لذلك يعني هاي يمكن واحدة من حسنات كورونا على الأغلب. شكرا لك جزيلا على كل هذه الإيضاحات ورحابة الصدر من حلب مصطفى قلعجي أمين عام حزب التغيير والنهضة السوري، ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.